زراعة الزيتون بمنطقة أوطات الحاج تعد سلسلة واعدة في خلق الثروة بإقليم بولمان، ثروة زراعية تفرض الاستفادة من المؤهلات التي يزخر بها الإقليم للنهوض بالسلسلة وتثمين منتجاتها من خلال تكوين ومواكبة الفلاحين. احنا بصدد المواكبة ديال الفلاحة ديالنا في قطاع الزيتون، ومن بين المواضيع اللي كانت نعملوها بجدية وكنعطيوها أولويات كبيرة هي الاقتصاد في الماء ديال السقي. تلقينا تكوينات واسعة وكثيرة بزاف بفضل المواكبة ديال لونكا ديال وطات الحاج الديبية ديال إقليم بولمان والإدارة الفلاحية حتى الوكالة التنمية الفلاحية، مشكورين. قلة التساقطات المطرية والحرارة المفرطة خلال فترة إزهار الزيتون وكذا تقلبات أسعار البيع والإنتاج هي إكراهات تعيق تنمية السلسلة بالإقليم. تعاني المنطقة من ندرة في مياه السقي وكذلك بعد الأسواق الأسبوعية الاستهلاكية الكبرى، ناهيك عن مستوى الفلاحين التقني وضعف المردودية بالنسبة للهكتار الواحد. إنتاج زيت الزيتون على مستوى إقليم بولمان سجل انخفاضاً سنة 2022 على غرار باقي جهات المملكة بنسبة وصلت إلى 67%.